طب تعالوا بقى ناخد الميعاد الرسمي لنهائي كاس مصر. احنا معانا على الهاتف دلوقتي الكابتن عامر حسين، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف العام على المسابقات. يا كابتن عامر مساء الفل، وحشنا كتير. مساء الفل يا كابتن هنيه، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه رايك في الماتش النهارده؟ مباراه جميله ممتعه. فيها في مجموعه كبيره لعيبه الكوره وانديه كبيره وحقيقه وبيلعبوا على بطولات، فطبعا مباراه مفتوحه جدا متع بيها الجمهور، وفي روح وفي منافسه وفي اصرار، هي دي كره القدم والرياضه. طبعا بقول لك يا كابتن عامر، احنا بصراحه عارفين ان احنا عندنا لعيبه كويسه وعندنا فنيات كويسه وعندنا منتج كويس، وانت اكيد واحد من اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم ومدرك مدى احتياج هذا المنتج لجمهوره. فهل انتوا بتشتغلوا على محاوله او على محاولات لعوده الجماهير باعداد اكبر من كده؟ احنا مستخسرين الماتش الحلو ده بجمهور قليل، باعداد قليله، هتتحركوا كمجلس؟ محاولاتكم مستمره في هذا الاطار ولا لا؟ اكيد، بدليل من المباريات الافريقيه كلها شفت مباراه الاهلي الاخيره كان استاد القاهره اكثر من الساعه القانونيه بتاعته كانت موجوده. طبعا كان المنظر روعه، انما الحقيقه لازم البدايه تبدا من الجمهور نفسه. طبعا لان بنلاقي حاجات صغيره جدا، وللاسف بعض المسؤولين بيدافعوا عن الجمهور في الخطا، فبالتالي كل الامور ما هتبقى كده. بنرجع شويه لورا، يعني مع المباريات المحليه في خاصه الانديه الجماهيريه مع بعض يحصل بيها بعض الحاجات التافهات بقول عليها، والالفاظ اللي حضرتك عارفها. فبالتالي الامور دي بترجعنا لورا. تمام. مباريات يعني الحقيقه لو زي النهارده والكره الممتعه ديت، المباريات الجماهيريه لما بيبقى الملعب مليان طبعا حاجه ثانيه خالص ونكهه ثانيه. لان المنتج زي ما حضرتك بتقول، مثلا الدوري الانجليزي لما واحد ليه؟ طبعا عشان زي ما بيقولوا كامل العدد من الجمهور. صح. سواء الفرقه بتتغلب، صح، الفرقه ما بتتغلبش، جمهور موجود مال الملاعب بيستمتعوا بالكوره، المدرجات قريبه من الملعب. مظبوط. مفيش موضوع التراك دوت، وبالتالي الكاميرا طول ما المباراه شغاله الكاميرا جايبه الجمهور وهو قاعد. وطبعا اللعيبه بتحس بالحماس والدفاع، وانت كمشاهد قاعد في التلفزيون من الاخراج وجايبينك الجمهور على طول، الكره في الملعب والجمهور انت شايفه قدامك وانفعالات الجمهور. يعني امور كتير مكمله بعض. ان شاء الله نشوفها قريب. ان شاء الله. ان شاء الله نشوفها قريب. طب احنا على موعد مع مباراه قمه. ما تيجي نتكلم بقى على قمه اهلي وزمالك، ما فيش احلى من كده. يعني الماتش هيكون امتى يا كابتن عامر؟ وبشكل رسمي الميعاد اللي تم اختياره والاستعدادات ليه، حتى لو هتكون بشكل مبكر هتكون ازاي؟ احنا محددينه من الاول مع الجدول اللي هو كان بتاع الدور الاول 13/3 ان شاء الله. 13/3 لان حضرتك عارف ان في 45 يوم رايحين، شهر يناير وفبراير. بالاضافه قبلها بشهر 12 في بطوله السوبر. وقبلها 10 ايام شهر 12 من 12 ل 22 كاس العالم للانديه. وشهر 11 في الاجنده الدوليه. فطبعا كل الامور ديت مواعيد صعبه جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يمكن ان في اربع اجندات رسميه للمنتخب. كل اجنده المفروض رسميه 8 ايام، بندي قبلها بيوم او بعدها بيوم، يعني 10 ايام في 40 يوم. و45 يوم بطوله الامم الافريقيه من 2 يناير حتى 13 فبراير. يعني 45 يوم وبعد 40 يوم 75 يوم. فطبعا بالاضافه الى النادي الاهلي لعب مباراه بطوله السوبر الافريقي. طبعا اخذ 12 يوم فيها بعد لم يوفق وما كملش. فبالتالي دي اسباب. و10 ايام كاس عالم الانديه. النادي الاهلي واخد 22 يوم. والمنتخب واخد 75 يوم. بالاضافه الى اربع انديه بتوعنا بقى المشاركين في ابطال الدوري والكونفدراليه. اللي هيكمل فيهم ان شاء الله، اتمنى ان الاربعه يكملوا ان شاء الله، ويبقى النهائي كله مع بعض مصر ان شاء الله. ان شاء الله. فيما نعمل 14 مباراه. 14 مباراه، كل مباراه بتاخد على الاقل من 6 ل 7 ايام. تضرب 7 في 14. فكل حكايه مجموع الايام دي كلها الارتباطات 6 شهور. صح. واحنا الدوري بتاعنا 10 شهور. يعني انا قدامي 4 شهور عشان اسكن فيه كل المباريات
المحلية الأخرى. بالتالي كل دي أسباب كافية إن الماتش يكون بعد 5 شهور من دلوقتي تقريبا يعني. ما أنا بقول لحضرتك أنت في أجندة في شهر 11 بالظبط. لأن الناس كانت بتسأل بس. وفي مباراة أفريقية للأربع أندية وفي كأس عالم الأندية، لأن الأهلي طرف في المباراة. يطلعوا من كأس العالم الأندية يروحوا السوبر في الإمارات في أبو ظبي، من بعد السوبر يجوا بعد كده يتلعب مباراة واحدة في الدوري، وبعدين 45 يوم لبطولة الأمم الأفريقية. مفهوم. ان شاء الله منتخبنا يوصل كمان للمباراه النهائيه ويجيب لنا البطوله باذن الله تعالى. آمين. طيب إن شاء الله. انا عندي معلومه يا كابتن عامر، ان قبل ماتش النهارده ان نادي الزمالك كان بيفكر في انه لو كسب ماتش بيراميدز وتقيه كان هيطالب او بيفكر انه يطالب او ربما يطالب خلال الساعات المقبله انه يشارك في بطوله السوبر بشكلها الجديد، رغم ان هو طبعا كان اعتذر عن المشاركه في النسخه الماضيه، بس الحجه او التبرير يعني ان دي بطوله بشكل جديد، ده طبقا لبعض المصادر داخل اداره نادي الزمالك، ربما يبقى في طلب رسمي بكده. كيف سيتعامل الاتحاد المصري لكره القدم مع طلب زي ده لو اتقدم به نادي الزمالك بشكل رسمي؟ يعني لما يحصل الطلب الرسمي اكيد هنرد بالشكل الرسمي برضه. لان طبعا مباراه بطوله السوبر ديت في مجلس ابو ظبي وفي رابطه الانديه وفي الشركه الراعيه الشركه المتحده والاتحاد الكوره، 4 اطراف منظمين البطوله. مفهوم. وفي لوائح، فلما يجي الطلب الرسمي، انما حته ان احنا نتوقع ان النادي يبعث وبعدين نرد على توقع، لا، لازم يبقى لما يجي طلب رسمي هنرد رسمي طبعا. هتردوا رسمي، لكن ما نقدرش نقول ان ممكن يكون في نسب او ممكن يتم مناقشه. ما اقدرش افتي في الحاجات دي كلها لان انا مش صاحب القرار لوحدي ولا اقدر اتكلم. بقول لحضرتك في 4 اطراف في بطوله السوبر، فما اقدرش طبعا، مش من حقي ان انا ارد يعني. مفهوم. طيب عايز اروح معاك شويه لفيتوريا، برضو في بعض الانباء قالت ان فيتوريا ما طلبش مباريات قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه، هل ده حقيقي ولا لسه بدري شويه على طلبات فيتوريا الخاصه بالاستعداد لهذه البطوله الهامه؟ لا لسه، اكيد طبعا مستر فيتوريا بياخد الامور، عنده تصفيات كاس عالم مباراتين اللي جايين صح، وبعد كده هيحط البرنامج بتاعه في الاستعداد لبطوله الامم الافريقيه، يبدا من يوم 2 المعسكر يناير. اول مباراه لنا يوم 14. فبالتالي هو اللي هيحدد وبيتفق مع الاتحاد ومع الشركه الراعيه، لان الشركه الراعيه هي دلوقتي بتعمل مباريات الاتحاد كلها. اوكي. المعسكر الاخير عملوه على اعلى مستوى باشتراك مع مجلس ابو ظبي. فنتمنى ان شاء الله يبقى ناجح زي المعسكر اللي فات، تبقى فرصه استعداد طيبه قبل بطوله امم افريقيا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انما مستر فيتوريا لازم ما قدمش البرنامج كامل بتاعه لسه. طيب. اللي هو عايزه. بمناسبه فيتوريا، امبارح اتحاد جده السعودي اقال نونو سانتو، والنهارده تقارير سعوديه كثيره جدا بتتكلم على ان في تواصل حصل ما بين نادي الاتحاد السعودي مع وكيل فيتوريا. هل الانباء دي وصلت لكم؟ هل في اي شيء، هل في اي تعليق من قبل الاتحاد بخصوص هذه التقارير المتداوله دلوقتي في السعوديه؟ الحقيقه كان ده بيطلع كل شهر. كل شهر بيطلع موضوع في السعوديه. انما الراجل عامل تعاقد 4 سنين، عنده مشروع بيعمله في مصر، بدليل ان هو راح التدريب بتاع مواليد 2005. صح. متابع كل الشباب والناشئين عندنا. متابع جيد يعني. كويس. فبالتالي دي حاجه بتفرحنا كمان، ان احنا الحمد لله كان في توفيق من الاتحاد باختيار الراجل دوت، ان هو مطلوب. فنتمنى ان مش نتيجه مباراه يبقى الناس تهجم عليه زي مباراه تونس. طبعا. فما نتعاملش معاه بالطريقه ديت. صح. وانما هو مستوعب، لان هي البرتغال قريبه مننا شويه. من ناحيه الكوره والناحيه الفنيه بتاعت كره القدم، ومن ناحيه الجماهير، وهو كان شغال في بنفيكا، عارف التعصب وعارف الضغط الجماهيري. راجل متفاهم كل الكلام ده. وانا عارف ان هو ملتزم بالتعاقد بتاعه. ايوه. وراجل، وعارف انه راجل واضح كويس، ولو في حاجه هيتكلم مباشره في الموضوع. انما هو ما اتكلمش خالص. لا دلوقتي ولا قبل كده. لا دلوقتي ولا قبل كده. لا خالص. لا. أوكي. لا خالص. أوكي. لا. لا هي شخصيه يعني تقرب منها، راجل واضح جدا كويس قوي. وانا متاكد لو هو بيفكر حاجه او لو زعلان من حاجه او متضايق في الشغل هنا، اكيد كلامه هيبقى واضح جدا. صح. وبانت في احدى المؤتمرات يعني. يعني الحمد لله احنا
قدر الامكان الاتحاد بيوفر له كل الامكانيات المطلوبه. اكيد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، واتمنى لك كل التوفيق يا كابتن عامر، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن عامر حسين المشرف على المسابقات وايضا عضو الاتحاد المصري لكره القدم، في مداخله كانت مهمه جدا معنا. بالعوده للمباراه